تزوجت امرأة وطلقتها وهي في تطليقة رجعية، هي ما زالت زوجة، إذا لا يجوز التقدم لأختها. لكن إذا كانت بائنا نفسي، رجعنا لنفس الإشكال الأول بس. وفقك الله، لا تزعل يا أحمد، أنت مسكين ما تزوجتش، يعني ما أقصدش مسكين فقير، لا أقصد يعني إيه أعزب. طيب نتفاهم، سامحني كلمة يمكن ما تطلقش المسكنة على، لا والله ما قصدت كده أبدا، إنما بنقول لي عاطف مسكين مثلا ما عندوش علم، مسكين ما عندوش زوجة كده، مش مسكين. أما السفينة تبكت ما شاء الله. أمس أحيانا الاستدلالات العامة كده والسؤال عند أحمد سالم. يا أحمد سالم الله يحفظك، واحد قال لله علي أن أذبح ابني، ماذا تفتي؟ بما تفتي؟ قال كده لله علي أن أذبحك نذر من قلبي. اسكت يوسف، يعني يكفر عن يمين ولا ما يكفرش؟ يكفر بالاحتياطك، كفر يا شيخ حسان. قولان نزل معصية يكفر أو لا يكفر؟ ثلاث أقوال. نعم ثلاث أقوال فعلا، في ثلاث أقوال. أنا بس اللي لفت نظري أنا وجدت ابن عباس يقول يذبح كبشا دليله الخليل، ففديناه بذبح عظيم، لكن هذا كله بتوقيف من الله، يعني هذا كله بتوقيف من الله، سواء الأمر بالذبح أو التفدية بذبح عظيم فلا يصلح القياس عليه والله أعلم. نعم تأديبا لمين؟ ابن عباس يعني يقصد يؤدب نظر معصية الرسول، قال مروه فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه، واحد واقف كده في الشمس ساكت لا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم. لأن كل الطرق التي فيها كفارة النذر أو لا نذر